حققت خالتي العمرية كلونديستان من معسكر شهرة عالمية بسبب سيارة الإركات فسمع بها العالم وهي تتجول في بعض بلدياتي ودوائر معسكر بدون وثائق المهنة. في نموذج مشابه ولكن هذه المرة بسيارة حديثة وبالوثائق سنتعرف على المرأة التاكسيور اسمها لطيفة وهي تسير بكل لطف مع زبائنها في ولاية الوادي وخارجها لدرجة أن الكثير يقول قف السيدة لطيفة لها أولوية المرور في هذا الطريق. ياسين بوغزالة تجول مع المرأة التاكسيور في الرحلة واكتشف أن شقيقها بومدين مقلد للأصوات خاصة محركات السيارات القديمة وشاحنات الشاكمان. لنتابع هذا الروبورتاج. سيارة الأجرة ليست حكرا على الرجال. السيدة لطيفة من ولاية الوادي تمتهن هذه المهنة وتكافح من أجل لقمة العيش وتوفر لأبنائها الأربعة جميع متطلبات الحياة بعد فراقها عن زوجها. والخدمة هذه مش راح نبطلها لأنها هذه خدمتي ونجيب منها في الغوطة أولادي نسترزق منها ويعني نخدم مع عباد كوفيونس يعني يجوني جيراني يجوني عباد نعرفهم ويعرفوني ومعاملة على ربي سبحانه ومعاملة على سقية ومعاملة على الطنوبين نهزهم الروح خلاص. لطيفة تسافر إلى عدة مناطق بالولاية وحتى خارجها. اليوم سافرنا معها مع أحد زبائنها برفقة شقيقها. أنا ضركني احتجتها رايحة توصلني عند ميكانيسيا نخدم السيارة نتاعي إذا ما وفي أي وقت نحتاجها نلقوها. السيدة لطيفة هذه مرأة شجاعة وخدامة على روحها مجاهدة مناضلة من أجل العائلة تحب توكل أولادها بدراهم حلال تتعامل مع المجتمع الناس كل تعرفها وخاصة جيرانها اللي بيسكنوا حذاها أنا جارتي وتهز نعيطوا ولا تهز النساء توعنا واحده رايحه للسبيطار ولا رايحه تقضي قضيه من المرشي ولا عرس ولا حاجه نعيطوا لها بحكم انها انسانه ثقه. شخصيه لطيفه اختي هذا شخصيه الله يبارك في الحقيقه نشكرها ياسر مشرفتنا تخدم على روحها متعففه ما تطلب حتى واحد يعطيني حاجه يعطيني حوايج يعطيني حوايج لا متعففه علينا اخوها توغل منها ونجي باش نحن عنها نقول ها لا يا خي تقول لي راني ملبسن علي ما خاشني والو عندها كريه بلا من نوع اكسونت لبسن عليها ما خاش حد شي. وخلال الرحله اكتشفنا ان شقيق لطيفه بومدين موهوب بتقليد الاصوات كصوت السياره والشاحنه. ازمه تخبطات بلانديسك عايد دي مريرجن تعب ما قدم ما لغال ان شاء الله تنوض بسم الله. عقب الفيتاس اختفى صوتها راح نرجو مارشرير البليسة نغفلوها بجهاز التحكم تم دولار بعد الموهبة هذه عندي موهبة أخرى هو صوت الشاحنة من صوت شاكمان السنة هذا ما هوش في الألمان
وموش في اليابان حذه شنوا بسم الله. تكلاش عام الريح فران باركين جعلنا له حتى هو 6 دولار. جيرانها يشجعونها على عملها وتحديها من أجل قوت أبنائها. تجيب لنا في الغاشي راهي تخدم بالتاكسي على روحها هذه راهي خدامة دائما تجيب لنا في الغاشي منها أم ومنها أب وهي تخدم على وليداتها زوالية تخدم على روحها. المهم وصلت للهدف تاعها ونشكرها لأن هي ما خير من يسر النساء هي عرفت مثلا تجيب الخبز لدرهم العرق جبينها وما تمدش يديها والحمد لله يا ربي عندها مثلا تتعامل مع انها كانها راجل ما تحسهاش باللي مرأة لأن عندها وجهين عندها وجه المرأة في البيت وعندها وجه الرجل في العمل وهذا ما تلقاش عند النساء كل وشخصيتها قوية وحقيقة نشكروها ونتمنى لها النجاح. وبالإضافة إلى سيارة الأجرة فهي تمتهن أيضا بيع الأشياء المستعملة وتسافر بسيارتها لعديد الأسواق. ونحب نخدم يعني أولا قلت لك ما بداية نخدم المستعمل ونخدم الجهاز المستعمل وخدمت ياسر يعني في المابل وخدمت ياسر في الحوايج هذه تاع البيع والشراء وتبعت ياسر أسواق وسافرت ياسر ومن بعد قلت أنا يا أولادي صغار ونحب نخدم عنهم الله غالي نكون قبلتهم حذاهم ونكون حذاهم خير نعود نخدم تاكسيورة يعني غير نروح ونجي ونفهم فهم نلحق لأولادي للدار غير عما خدمة تاع الدار ونروح ثانا عيطولي يقولوا لي راي كاين بلاصة باش توصلينا لها الفلانية نثور الروح نخف روحي نقول هيا نوصلها مع عجل أولادي حكمت البلاد وعدت نخدم مع عجل أولادي يعني ونجاهد عليهم. والله نعرفها من بكري بنت عمي متكلة على ربي ثم على نفسها تخدم على روحها متكفلة بروحها وهذه مثال يعني للمرأة المكافحة اللي هي تخدم على أولادها واللي هي واقفة على روحها. وخلال رحلتنا معها أدركنا عزيمتها واكتشفنا فيها أنها كلها إصرار وتحدي من أجل التغلب على مشقات الحياة وتوفير عيش كريم لأبنائها. هذه هي قصة لطيفة التي تحدت من أجل أبنائها مثال يحتذى به وامرأة يقتدى بها. ياسين بوغزالة لبرنامج مراسلون.